نقدم له الدعم تاعنا بالمشاركه في اطفاء النار. تبع الموظفي الشرطه تاعنا يا ريت شفتوها. وكاين كيما هكا تاع 6 كيلو وكاين كيما هكا تاع 9 ولا 10. عمليه تكوينيه لفئه افراد الشرطه في مجال كيفيه استعمال المدفئات. العمليه هذه سيستفيد منها كل موظفي امن ولايه مستغانم سواء على مستوى الاقسام الحضريه او على مستوى الفرق العملياتيه كفرق التدخل السريع. تاتي في اطار الشراكه ما بين الحمايه المدنيه او مديريه الحمايه المدنيه وامن ولايه مستغانم في مجال التكوين خاصه في مجال استعمال هذه المدفئات ومكافحه النيران. نتكلموا على انواع المدفئات مادام راهم كاين موجوده عنده في محلاتهم في مقرات الامن الوطني. المدفئات الغباريه، المدفئات سي او 2، مدفئات المدفأة المائيه، واختلافهم من حيث الاستعمال، من حيث تواجدهم. نحكوا انه اغلب مقراتهم يعني الاختلاف اللي يكون في استعمال المدفئه الغباريه والمدفئه الكربونيه من حيث داخل المحل او خارج المحل. وحتى نوصي عون الامن أن يبلغ الرسالة التوعوية هذه لكل سواق، خاصة سواق أو الناقلين، ناقلين الأشخاص وناقلين البضائع، يعني من حيث أهمية وجود المدفأة في المركبة.